مرحبا بكم، نحييكم نحن من ساحة الحرية بالخرطوم، حيث يحتشد عدد من المواطنين، عدد مقدر يعني من المواطنين التزاما بالاشتراطات الصحية لفيروس كورونا في موجته الثانية. إذا عدد محدد من الجماهير يحتشد، وينتظر أن يزيد هذا العدد، وينتظر بين لحظة وأخرى وصول قادة الجبهة الثورية إلى مطار الخرطوم، حيث سيعقدون أو سيجرون أو سيصرحون تصريحات صحفية في مطار الخرطوم، ثم سيأتون إلى هنا، ينضمون إلى الجماهير في ساحة الحرية بالخرطوم للاحتفال بعملية السلام. وكما تسمعون هنالك أهازيج الوطنية، وهنالك الأعلام، هنالك رقصات شعبية، هنالك احتفاء شعبي كبير بهذه المناسبة. القواعد السياسية لحركات الكفاح المسلح لكل الكيانات المنضوية تحت الجبهة الثورية هي موجودة وممثلة الآن في ساحة الحرية بالخرطوم، والجميع يحاولون أن يصنعوا أجواء جديدة للترحيب بقادة الجبهة الثورية الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة الانتقالية، والذين سينضمون للعملية السياسية في الخرطوم، وربما هو أمل جديد للسودانيين بضخ دماء سياسية جديدة في الساحة السياسية السودانية، ربما يعني تعيد بعض البريق وبعض الأمل لنفوس السودانيين في ظل الأزمات الكثيرة التي يعيش المواطن السوداني من أزمات اقتصادية وغيره. إذا بين لحظة وأخرى ننتظر وصول قادة الجبهة الثورية إلى مطار الخرطوم، ثم سينضمون للاحتفال مع الجماهير هنا في ساحة الحرية بالخرطوم. طبعا هي ساحة الحرية أخذت هذا الاسم بعد أو عقب ثورة ديسمبر المجيدة، أصبحت هي ساحة الاحتفالات بكل ما يشير لثورة ديسمبر المجيدة. قادة اتفاق جوبا أو قادة الثورة الجبهة الثورية يأتون إلى الخرطوم لتنفيذ اتفاق السلام الذي ينص على أن يعني يتم إدماج الجبهة الثورية بكل مكونات العسكرية والسياسية في العملية السياسية في السودان. إذن شركاء جدد ينضمون للخرطوم لربما بعث بعض الحياة وبعض الحيوية في الحياة السياسية في الخرطوم. استعدادات كبيرة هنا على الأرض في ساحة الحرية بالخرطوم، هنالك كما قلنا يعني الاشتراطات الصحية، الكمامات هنا توزع من كل الأطراف، المياه موجودة دائما، يتم تذكير الناس بين فينة وأخرى بعملية التباعد الاجتماعي. تم تنظيم الاحتفال بحيث يراعي مسألة الاحتياطات الصحية بالنسبة لفيروس كورونا. إذا نحن ننتظر وصول هؤلاء القادة، والجميع هنا ينتظر وصول هؤلاء القادة لمطار الخرطوم حتى ينضموا إلى الجماهير هنا للاحتفال باتفاق السلام. إذن من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد، شكرا جزيلا لك.